جوك على 93 وتحفل العشوية. 1 2 3 4. من الاثنين للخميس من الاربع للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور ولي كرونيكور في جوك على 93 على الحياة الفن. حفالي وجونا عالي. يا مرحبا بكم الناس كلي مع عبدالله الموجع لنا عبد صليل ثلاثة كديما معكم في نفس الموجود على أحلى الإذاعات أكل الضحكي وعلى الحياة فيم. مرحبا بالناس كلي دائما تبعنا هذه هي جوكعة 93 دائما نفس التوقيت حتى للستة بعديد الفقرات. نجيكم إن شاء الله هكا بالمنفعة بالترهيد بالضحكة والإفادة وخاصة الربح اللي ديما باش يكون موجود معكم. ان غران ميرسي للسبونسور نتاعنا الكل كل كل اللي ديما مدليكم باللي كادو نتاعكم الكل خاصه الفريكي جي اس ام اللي تلقاو عنده تو لي زارتيكل اللي يهمو التكنولوجيا كو سوا تابليت التليفونات هذا كله واكثر عن بوتيك الفريكي جي اس ام تلقاو في شارع الجمهوريه. ايضا الحليمي فراغرانس دلالكم باللي برودوي اللي ديما تلقاو عندها tous les articles hommes et femmes, bien sûr, cadeaux d'anniversaire, voilà, حتى تحبوا تدلوا رواحكم. احنا نزيد ندلوكم وانتم تدلوا رواحكم عند الحليوي فراغرانس وين تلقاوها في حي التجاري ويفرحوا بكم برشا برشا. سينو عندكم معون تجديد معون حاجه ناقصتكم في الكوجينه كيف كيف الحياة فيهم مخمه فيكم وانا هديكم بون دشا بقيمه 50 دينار من اهداء سمونا المعروف وين يدللكم بيان سور بالكادوات الحلوين برشا برشا. هكا نكونوا معاكم ودائما في الجوم تاعنا اللي ديدي لسواق التاكسي تلقاونا معاكم كل عشيه في بلاصه من البلايص في القيروان وربحوكم الكادوات المزيانه. هكا نبداو معاكم واكيب كامله تكون معاكم بالنسبه لليوم ديما معاكم هكا محيني لكم الجو خاصه تو بعد القيلوله. نعرف هكا الجماعه تو بداو يفيقوا صح القيلوله يا جماعه هكا نفيقوكم بكيب انرجيتيك تعمل 66 كيف. تحية كبيرة لكيب تكنيك مرحبا من ليغا في الإخراج التقني وفي قيادة السفينة بالنسبة اليوم. سيف الدين بلعريس اليوم في الديجيتال وفي التصوير المزيان اللي قاعدين تشوفوا فيها على الباج اوفيسيل بتاعنا. أيضا زميلتنا أنس وهل يخفى القمر في التنسيق؟ أكيد ونحكيوا على التنسيق العام. سينا ومعاكم بربيجي من قدام الميكرو والكيب الكل تلمت والحمد لله. حمد بالشيخ ويا مرحبا بك. عسلامة عسلامة نور مرحبا بك مرحبا باللي قاعد يسمع فينا ويستنى فينا على موجات إذاعات الحياة فام. اليوم برشا جو برشا حكايات برشا حاجات مزيانة تستنى فيكم خليكم برونشي برشا جو برشا برشا جو برشا 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 جو مادام أكيد الكيف اللي معانا ناشطة بقدرة ربي. مرحبا يا سيامي رميح. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا إن شاء الله تخلي لكم بالخير إن شاء الله إن شاء الله ديماكم بالفرح عامرة إن شاء الله ديما عامرة أخويا ديما عامرة إن شاء الله نهار مزيان إن شاء الله عشوية مزيانة بالطبيعة شرتوه كلي قاموا تو من النوم مازالوا مداشرين عرفت يحط... ال 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 كي تقوم تو ما تعرفش روحك أنت فين بالضبط اللي في فيلا لو قوم قوم تلمو عرفت تقول أنا في اللي هو الأرو أنا فين أنا فين كي تفوت العصر تسمى عيلولة ما عادش قيلولة أكيد والله. تخليك ما عادش فاهم روحك حتى للي يبدأ واحد مدهشر ودايخ ومع سخانة والكل صحيح. نواسيهم باش يحطوا لذاعة بطبيعة يحطوا موجات 93 باش ترجع فيهم الروح ترجع فيهم الفورما إن شاء الله. اكزاكتومون هذه هي غايتنا. سينو محمد وسليتي خويا مرحبا بيك. مرحبا مرحبا بيك نور. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا على اذاعه الحياه فريم اللي معدين موجاتهم على جوك على 93. مرحبا اذا الجو والضحكه والتفليك ما تلقاهم كان في برنامج جوك على 93 دونك خليكم مبرونشي خليكم في الاستماع. سينو نور خلينا نحكيوا على المهرجان العرس العرس المعتاد ولينا كل يوم معناتها في كورتيج تبارك الله تاكسيات يعني تبارك الله ديما فرحين بينا ونحن ديما زادة فرحين بيهم بالكادوات. البارح كنا في رومبوان باب جديد اجواء كانت ممتازه ممتازه للغايه فوالا تاكسي عدد 91 كانت مربحين نباركولها مره اخرى
مبروك. سينو نور بويسك اليوم قيلولة والناس كلها كتعب وتعدى نهار كما ترى كما على أخونا حمزة يعني مازلت قام تهوى كلمني حد بس كم دونك تاكسي ستي قررت اليوم وقررنا فيديو يعني إذاعة كاملة قررت الإذاعة قررت الإذاعة أنا باش أتبحكم مش كدو أما زوز كدوات اليوم مش كونوا يعني زوز تاكسيات بيانسور مش كونوا متوجين الولا في رون بوان طريق حفوز رون بوان بالضبط يعني بالضبط رون بوان اللي فيه العمارات الصفر فوالا رون بوان العمارات الصفر كيما مريو الكلاسفر معناها ما شاء الله استوديو يعوم في اللون الاصفر اليوم كله اصفر اكزاكتومون حتى نسق هو عزيز وانس وانس فوالا سيدي على خاطرنا ان نذكروهم الوغ اليوم ما عليكم كان ولا بحال تو مازال تسخون عليكم الجماعه القايله بعد شويه هكا المشكله يا المشكله يا نور يعني تاكسيستات برك الله عليهم معناتها رغم الظروف نتاع الطقس سخونه بيرد لا يعطيهم الصحه مطر تصب يعني ديما متوازيين معانا واسمعني ديما يعني حتى مش مرافقين يبقاو معانا ويعيشوا معانا الجو هذاك وكل دونك نحن نوعدوهم من الناس هذوما انهم ما ربحوش اليوم يربحوا غدوه ديما فما ربح على اذاعه حياه فهم بحول الله بالضبط يعطيك صحة محمد لو باش يكون موجود معاكم في طريق حفوز اليوم هكا في رون بوان العمارات بحث العالم الحياه القويه رفرف كيما العاده في رون بوان سيسون على السيركيلاسيون ما سكروش الكيس ان شاء الله الناس كل هكا ربحها معنا وكيما قلنا اليوم ماهوش كادو زوز كادوات من اهداء لفريقي جي اس ام سينون سيدي عزيز الضيف سيدي مرحبا بلا سورتي وبالاصفر وبالاجواء مرحبا السلام نور بيك وكامل الفريق وتحية لكل المستمعين مستمعين حياة فام ونتمنى عاديو عشوية حلوة مع بعض هذيك ساحة سيدي ومرحبا بالناس الكل اللي تحقت بنا هذه أجواء استوديو ألو احنا أخويا فقينا 100% وجونا على العال دائما كل يوم ليكيب تختار لكم 3 إكستري من الموسيقى الحلوة توما تنجمو تفوتيو عليها و تختاروا الموسيقى اللي تسمعها اخر الحصه يعني اخويا اعطينا خلينا نبداو نفيقوا من توا في الليميسيون نتاعنا الوغ من التراث المغربي اغنيه حققت نجاح كبير برشا 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 ما فماش بلاصه ما حطوش فيها الاغنيه هذه ستوريات والدنيا وكل الحقيقه شفت محلي التراث كي عاود يخرج انا على فكره وكيبه. نور الاغنيه هذيا اوت البارح ليله كامله وانا نغني فيها هي تابع ليه خلنا نعاودوا جوست باش نتاكد من لي باغول هي جايه تصفار وتخضار صار بالحق جايه تصفار وتخضار خلينا نسال حمزه معناتها بالنسبه ليا الفايلول مزينه على الاخر اما ما فهمتيش شنو تقصد بالضبط يعني على شنو تحكي هي جايه تصفار وتخضار يحكي على محبوبه جاي كما يقولوا تتبختر جاي تتمشى هما يقولوا فعلا احنا نقولوا تتبختر نقولوا تصفر وليت الوين الوين على الشيمة هي من التراث المغربي الجميل هذا كان اختيار من عندنا ليكم انتم اغنية حلوة برشا برشا سينو اللي بعد اعطينا ضحكة يعني قلبها مال وخلاص الفرق ما بين ضحكة من الاغاني الجميله لي عمرو جيب ماهوش مستغرب ترى طلعوا شكون مختار زعما اللي في بالي اللي في بالك هذيك هذيك تحيه لزميلتنا انس اللي دائما مشاركه معنا في سباق الاغاني تحبوا تسمعوا الاورينتال والموسيقى المصريه اكيد عندكم الشوا بتعملوا رياكت على الباج اوفيسيال نتاعنا شنو فما معنا شكون اخر دخل اليوم لي سباق الاغاني ورجعنا النوستالجي للتسعينات الأغنية الأكثر شهرة الأغنية الأكثر عصفنا عليها لازمنا احنا نطلبوا منها يعني السوري نطلبوا منها السماح الغنية كلكم تعتذروا منها الغنية هذه زليناها ما فهمت حتى حد غنيها بحق شكون له اي سوري شي وونت شنو كنت تغنيها حمزة ما نقولش خير احنا كنا نقولوا والماتشي بويز هذيك هي معانا انت زيد نقول فيشتو بولز كل واحد شنو يغني هذا الضحك اللي يقول فيه الضحك حسينو لا مازالش قلنا او قيد اعتراف معناه انت صحاش يعني باش تجي اكثر من طفل اوف طفل اوف اوكي دار فيها شكشكتها من الكبير شكشكه والله شكشكه
الوغ اغنيه حقيقه رجعنا للزمن الحلو برشا برشا اغنيه مزيانه اثرت في طفولتنا. ايس اوف بيس جروب سويدوا بيان سور نحكيو على اول ذات شي وونتس اخيرا هكا نجمو نلقوها بالصحيح سينون هذوما لي اكستري اللي تنجمو تفوتيو عليهم في اخر الحصه وبيان سور تسمعوها الاغنيه كاملة نعطيهم صحة ليكيب الكل اللي اختاركم الأغاني هكا باش تكون معاكم الديبو دائما إن شاء الله هكا نكونوا خفيف الظل عليكم بالموزيكا بالفقرات بالإفادة وبالموزيكا نبداو معاكم توتويت جوك على 93 دائما نحاولوا نحكيو في مختلف المواضيع اللي تهمنا في التور دو تابلا توتويت التور دو تابلا وقيد التور دو تابلا اليوم اكيد 2 جوان ونحتفلوا بالجورني مونديال دي تروبل دي كوندويت اليمونتير سافو دير نحكيو على الانوركسي ونحكيو على البوليمي يعني نترجموهم مرض الشره او الشره المرضي ومرض فقدان الشهيه المرضي نحكيو على الانوركسي مونتال اللي كيتوش انفيرون 1% دي فام 0,3 des hommes. La boulimie touche environ 1,5% des femmes et 0,5 des hommes. Alors, femme a yani akther men haka yani la boulimie li fiha accès ça touche 3% des femmes et 1,5% des hommes. Chaque fois là, le موضوع هذه اكثر تفاصيل عن مدام مريم كريم اخصائيه نفسيه معنا في الهاتف باش تشرح لنا باكثر التفاصيل شنو معناها الشره المرضي واش معناها فقدان الشهيه المرضي وانا نسيس يعني لهنا راهو ماهوش واحد شهيته محلوله عادي او ما عندوش شهيه عاديه نحكيو على مرض ومانيش نحكيو على مرض معناها تبع التغذيه هو صحيح تبع التغذيه ولكن قبل ما يكون تبع التغذيه هو تبع الصحه النفسيه. مرحبا بك مدام ماري مكريم على اذاعه الحياه الفهم. مرحبا بكم مشكورين على اعطاء الاهميه للموضوع هذايا اللي هو ولا يمثل خطر في المجتمع بصفه عامه يعني. صح. الو خلينا نعرفوا مدام مريم قبل كل شيء شنية الانوركسي وشنية البوليمي. الانوركسي هي فقدان الشهية والا ان الانسان ما عادش يبدا عنده شهية للماكلة جملة وما عاد حتى شيء معناتها يستهوي حتى لو بلا بريفيري معناها نتاعو يولي ما عادش يجلبوا بالكل ونوصلوا الى حد انه حتى كيف ياكل يوصل يحس بالذنب كاريمون معناتها شخص ويوصل حتى يعمل اضطرابات سلوكيه منها مثلا انه يحاول يتقيأ والا يرجع اي حاجه ياكلها معناها في 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 في, في علاقة بما أنه ما بينه بروحه ما يلزمش يوصل مثلا للميزان معين ولا يلزمه يكون في 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 حدود كمية معينة من الأكل اللي هي تبدأ تمشي وتنقص تمشي وتنقص إلى درجة أنه سيء يولي عنده أمراض أخرى معناها تمس صحته نجم يكون فقر دمي نجم يكون نقص في الحديد ينجم برشا حاجات أخرى تنجر عليها ومنها تولي زادة فما اضطرابات حتى سلوكية معناتها منطلقها هيك الإحساس بالذنب اللي كيف يأكل معناها الشخص حتى كيف يأكل حاجة يولي يستخسرها في روحه ولا يحس بالذنب لأنه كلي كاريما نحكي يعني على البادي ديسمورفيا اللي هو تشوه الجسم إن صح التعبير هكا بال فوالا يعني بالأخص تخوب الديماج ليماج دو سوا ليماج دو سوا اي سورتو سا توش لي زادوليسون على خاطر كيما تعرف في العمر هذاك يولي يعطي اهميه كبيره ياسر للريبريزونتاسيون سوسيال نتاعو كومون معناتها il va être devant les collègues les camarades نتاعو يلزم البنات ماذا بيهم يكونوا تاي مانكان وما يعرفوش اللي هما لي مانكان عندهم دي ريجيم سبيسيو معناتها يتبعوهم واللي هما يكونوا ديجا متابعين من عند اطباء يعني سي دو سويت
ولا ولاد زاد ماذا بيه يولي يقارن روحه بديزاتليت ولا برياضيين معروفين صحيح. اللي يولي نقص معناتها وحده في الماكلة ويولي حتى ماكلة معناتها ماهيش صحية وما يعرفوش كيفاش ياكلوا معناتها مش يجيبالهم الريجيم نقصوا الماكلة كاريمون دونك من غادي تولي المعدة تولي تتفكر معناه بلغتنا احنا وتولي ترفض اي اكت متاع اكل اي حاجة تدخل لها يولي هو يحس بالذنب ويحاول انه يرجعها وهذاك علاش لهنا تولي تابعه اضطرابات السلوك كاريمون فوالا يعني اللي هنا حتى من لي بريسيون سوسيال من برشا حاجات اللي تساهم في الانوركسيا alors لهنا فما نتصوروا حتى في الفاز نتاع الادوليسونس alors لهنا لي بارون ينجموا يلاحظوا كلكو تغيرات في السلوك عند الادوليسون اللي هو بوتيتر كو سوا طفله ولا طفل اكيد هما تغيرات في السلوك في الادوليسانس كبار ياسر معناها منهم تبدا من حتى العلاقات اللي تتغير الاصحاب اللي يتغيروا المظهر اللي يبدا كيف يمشي ويتغير بعد سلوكاتهم في العائله تتغير سلوكاتهم في المدرسه تتغير معناتها برشا حاجات تتغير وهذاك علاش لهنا الاولياء مطالبين باش انهم يحاولوا يركزوا شويه في السلوكات اللي هي تنجم تمثل خطر على صغارهم على صحتهم على على مستقبلهم بصفة عامة دونك فما حاجات في وقت ما نعطوهاش أهمية أما راهي بعتالي العواقب نتاعها تكون وخيمة معناتها لا قدر الله وتنجم حتى تتسبب في حاجات لأمراض مزمنة اللي مش بالساهل باش نجموا نعالجوها ولا باش نتحصلوا على الإكيليبر نتاعها معناتها بعتالي بدنيا alors هذه فيما يخص الانوركسي نجيو للبوليمي تاو يعني فما برشا عباد عندهم لخبطه يسخايلوا الزوز كيف كيما الانوركسي كيما البوليمي اي بون هي نقطه نسيت مع بحطيتهاش زاد بالنسبه للانوركسي وهي بيدها زاد تمشي مع البوليمي اللي هي الفتره ماهيش اكادينا بيريود جست نفقدوا فيها الشهيه وتمشي على روحها راهو فما حسب معناتها المنظمة الصحة العالمية فما بريود معينة متاع وقت اللي تتواصل فيه السلوك هذايا اللي هو يفوت على الأقل يلزم يكون يفوت ثلاثة جمعات ينجم يوصل حتى للشهرين معناها باش نجم نقرر ونصنفوه ما بين اضطرابات الأكل كلكو سوا لانوريكسي ولا لابوليمي معناها السلوك هذايا يتواصل مدة معناتها مدة زمنية معينة أيامات معينين اللي هما يوصلوا حتى بالأشهر باش وقتها نجم نحكيه على اضطراب كريمة ما هوش كلي فترة نجم تكون مرتبطة باكتئاب مثلا ولا مرتبطة بحادثة عاشها شخص في الوقت هذاك واللي خليته يفقد شوية شهية اي دونك هي اضطراب وحده معناتها مستقل على بقية الاضطرابات ويكون عنده تابلو كلينيك واضح ومحدد هذاك علاش النقطة اللي يلتقيوا فيها لانوريكسي ولا بوليمي اللي هي الفترة اللي يلزم نعديوها معناها بالسلوك هذايا مش نجمو نحكيو على اضطراب اكل نجيو للبوليمي البوليمي هي سي توتالمون لو كونترير براتيكمون دو لانوريكسي اللي بالعكس يولي شخص معاش عنده دي فران في الماكله يولي ياكل كل شيء اللي يحبه واللي ما يحبوش ما عادش يفرق ما بين احساسه بالجوع واحساسه بالشبع يولي ما عادش يعرف روحه اسكو جيعان ولا شبعان يولي ريالمون وقت اللي تولي العلاقه مع الماكله بوتيتر تولي علاقه نتاع كونفور اللي بوتيتر تاكل في ليزيموسيون نتاعك لان نوليو نحكيو على طريقه عن التعبير هي طريقه عن التعبير على حاجه موجوده لداخل وما لقيناش كيفاش نخرجوها اللي تبدا يولي يبعث في دي سيني معناتها دالاخت اللي راني نعاني راني جو سوفر راني عندي حاجه كي مفبا فما حاجه مقلقتني ورزنت عليا الى درجه اني راني هاني قاعد نعبر بطريقه اخرى اما نقطع الماكله كاريمون والا بلغتنا احنا نفش غيزي معناتها في الماكله كلي اللي فما الكل نحطه في الماكله نولي ناكل وما عادش على البالي لا بلي مجد السوا نتاعي ولا على البالي بانا وين وصلت ولا تقول لي لا هك سمنت ولا هكا وليت ميزانك ما عادش مواتي ولا حويجك ما عادش يجي وقدك ولا الكور نتاعك ولا معناتها فيه دي ديفو ما على بالهمش باللحظه هذيك اعطيه هو جوست فما ساتيسفاكسيون دي بوزوان
تبدا بالساتيسفاكسيون نتاع انه يحط اي حاجه تجي في فمه ياكلها يبلعها ياكل يعبي 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 بعد حتى كانوا يوصل معناها يتقلق ويرجع وكل ما 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 يركزش معاها لك هذيك عطيه هو جوست وقتها ياكل هذيك هاو حاجه يحبها ما يحبش تاع كونفور الوقت هذيك كيف كيف يعني هنا سي انسيني معناها نتاع اختر اللي راهو فما لازم عينيه تستدعى فما عينيه طبيه ونفسيه للشخص يلزمهم هذيك. التدخل في الوضعيتين راهو التدخل حاجه ضروريه ولازمه صح. على خاطر للاسف هو كيما حكيت لك راهو عباره على انسان يطلب في النجده صح. اذا كان لاحظنا سو كومبورتمون على لادوليسون ولا لادولت ولا لونفون حتى لفيا دي زونفون اللي يعانيو راهم لا نوريكتي ولا لا بوليمي دونك راهو هذاك سيني دالارت نتاع هيلب مي اسكور راهو راني سيي معناتها فما حاجات راني مانيش لاقي كيفاش نعبر عليهم مي راهاني عملت لكم سو كومبورتمون اللي فماش ما تفهموني وتحسوا بيا وتمدوا لي يديكم وتنقذوني بلغه اخرى معناها دونك هذاك علاش لهنا لي بارون يلزمهم يعطيو اهميه للريتم نتاع لاليمونتاسيون نتاع صغارهم. مدام مدام مريم قبل ما نختم معاك في تونس احنا وين احنا من هاللي مالادي هذوما كيما لانوركسي اي لا بوليمي اسكو قاعدين نوصلوا الارقام يعني خطيره ولا مازلنا نحكيوا على دي شيفر معناها في النورم في العادي؟ هو للامانه مدى اطلاعي على لي شيفر ماهوش محين الحق مي بدينا نوصلوا شويه للونتروج معناتها كلي ماذا بدينا نحتاطوا وننتبهوا ونركزوا مع صغارنا على خاطر هي احدى طرق التعبير كيما حكيت لك اللي تخفي وراها حاجات اخرى تخفي وراها دي تروبل بسيشيك تخفي وراها اضطرابات نفسيه وتخفي وراها مشاكل يعاني منها فما صغار يعانيوا من التنمر ويعبروا عليه بالانوركسي ولا البوليمي فما صغار عندهم اضطرابات خصوصيه للتعلم ويعبروا عليهم بالانوركسي ولا البوليمي دونك هي سي لو بو دو فيل اللي باش تقودنا نحلوا الباب ولا نحلوا الكتاب على مشاكل اخرى واضطرابات اخرى اللي تنجم توصل وتكبر بالانسان والله لا يقدر من بعد تولي فما حتى حاجات اخرى اللي هي ما اقصى وحاجات ما اقوى. الله لا يوصلنا في تونس اي ربي ان شاء الله يسترنا جميعا مع هذا يلزم نظره الوليد الصغير وتكون ديما نظره مراقبه اكثر منها نظره اخرى باش واقرب واحد للصغير وهو بوه البو ولا الام وكيما نعطيو قيمه لبستهم والقرايتهم زاد نعطيو قيمه لماكلتهم والريتم نتاع الماكله اللي ياكلوا به باش هكاك ما نخلطوش ان شاء الله معناتها والله لا يقدر الديشيفر والا الارقام والاحصائيات اللي هي مفزعه وقتها يولي سخا ترو تاغ d'agir et de gérer ces tout معناتها نتاع المالادي ولا حتى لي مالادي يعني او المالادي مونتال اون جينيرال معناها مهما كانت حتى كو سو سوا يعني كان انوركسي كان ديبرسيون كان اي سوسي الوغ ديجا احنا في تونس الحمد لله بدينا نصلحوا في علاقتنا مع الطب النفسي وبدات العباد تستعرف الصحه النفسيه بدات تلقى شويه حظها في تونس اي بالضبط وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله يعطيك صح انت مدام مريم دكتوره مريم كريم على هالكم الهائل من النصائح والحقيقه على تعريفك للامراض هذه خاطر تري تري امبورطون انه نعرجوا عليهم ونحكيوا عليهم اكيد دائما في حصتنا تفضل محمد. مدام مريم مرحبا بك على ذات حياة فهم حبيت نسألك على نقطة يعني شنو قبل ما نحبوا نحكيوا على يعني الاضطراب النفسي هذا اكيد قبله فما نقطة يعني معناتها كيفاش الأولياء اللي يسمعوا فينا ولا نحن ولا أي إنسان يسمع فينا نحبوا نعرفوا اسكو معناتها توا نحن في نقطة ومن بعد فما الاضطراب النفسي هذا.
نصورك. سامحني سؤالك ما هوش واضح، كان زيد تحدد لي شوي. سي محمد مدام مريم هو يقصد معناه شنو اللي سيني اللي تخلي البارون يفزع، معناه يقول لك سي بون راهو فما ترانزيسيون ما بين ملي كان نورمال ملي كان صغير باغ اكزومبل ياكل يشرب عادي ولا تو ديريكتومون عنده هالتروبل هذا. هي اول حاجه تبدا ما فماش فينا شكون ما يعرفش لو بلا بريفيري دو نو زونفون، كلنا نعرفوا شنو هي الاكله المفضله عند كل انسان. إذا كان مرة سنين ثلاثة أربعة تحطت وإلا تعرضت الأكلة المفضلة للصغير وإلا للأدوليسان وإلا للكبير وترفضت ما لقاتش معناتها تجاوب منه، راهو هذايا سي لو بخومييي سيني داليغت. لو دوزيام سيني داليغت أنها تطويل بين المدة، معناها ماهيش كي جمعة ومشيت على روحها، تولي تطويل مرة اثنين ثلاثة تتكرر برشا مرات. من بعد نولي ونشوفه هو نظرته لروحه، نركزوا معاها شوية اسكو ولا يركز برشا قديش تاي ولا يلبس بالنسبة للنوريكسي ولا يركز في حاجات اللي هي بالنسبة للبوليمي، انه معاش يعني له حتى شيء انك تقول له ركز من قال لك اي ومن بعد وي لو بروبليم يولي معاش يعني له سي توتالمون لو كونترير بالنسبة للنوريكسي. هذوما لي سيني دالارت معناها خاطر هو شنو هو فما تغير في السلوك تغير في السلوك يكون واضح معناها من وين كنا لوين وصلنا معناها النقاط هذه ديجا نبداو كيما حكيت لكم باللو بلا بريفيري ولا العكس بالنسبه للبوليمي يكون حاجه ما يحبش ياكلها يولي حتى ياكلها مع البلوش معناتها حتى كانوا يحبها ولا ما يحبهاش. بالضبط هذا وين البوان يصير نتاع الترانزيسيون. يعطيك الصحه مره اخرى مدام مريم اللي ديما هكا ان شاء الله هكا ديما معانا في اذاعه الحياه فهم يعيشك لله على مره اخرى الكميه الهامه هكا من معلومات اللي تخص الصحة النفسية. اليوم حبينا نحكي على لي تروبل دي كونبيت اليمونتير التسيا اللي تنجم تكون مربوطة في أي واحد من العائلة معانا وإحنا منش فاقين. ألوغ فيت اتونسيون لصغيراتنا لي زادوليسون اللي انتوري بينا اللي يكون حد في العائله، راه سي تري امبورطون انه نتلهاو بالصحه النفسيه للصغيرات، خاصه ما نحبوش في تونس نوصلوا لارقام تكون مفزعه، خاصه اللي في العالم موجود وفي يعني بعض البلدان الاوروبيه ارقام مفزعه، احنا ان شاء الله في تونس ما نوصلوش للارقام هذه. احنا دائما ان شاء الله معاكم بالمواضيع الحينيه في التور دو تابل. التور دو تابل مازلنا دائما مواصلين معاكم ان شاء الله هكا دائما ندخلوا معاكم بالبهجه وبالحاجات الايجابيه. تتويت مكملين بالموزيكا ورجعينا يا جماعه، نحكي لكم على الاجواء في الاوف، نحن باش نعرفكم في الاجواء اللي في الاوف. انا مادام عندنا حمزه بشيح مادام تعرفوا اللي فما اجواء غنائيه واجواء عال العال. مي تو تويت ماشين الاصل الزين. اصل الزين وقيد اصل الزين. يلا مكملين في سيري نتاعنا. الوغ دائما او بدينا في اول السمان على العنايه بالبشره، مكملين في السيري هذه بالعنايه بالبشره، ولكن باش نحكيو على كريم الاساس تطبيقه كيفاش يكون بالادوات الصحيح. هاكا ولا مين؟ معون الخدمة اليوم. معون الخدمة هذاك صح. شنو باش نسحقوا اليوم؟ ديجا معناها في الحلقات اللي فاتوا الكل. أيوا. حكينا على الكريم الأساس اللي هي الفوندوتان، كيفاش نحضروا الوجة نتاعنا بالسواق كل شيء. شنو هو الفوندوتان اللي تمشي مع نوعية البشرة، وشنو هو الكولور معناها اللون في حد ذاته اللي يتماشى مع البشرة نتاعنا. بالضبط. اليوم باش نحكيو على معناها كيفية التطبيق. وشنو هو لي زاكسيسوار معناها الماتريال باش نسحقو باش نعملو الفوندوتان تاعنا. دونك معناها في خلاصة القول نقولوا احنا باش نعملو معناها بعد ليزيتاب الاخرين اللي قلنا احنا باش نختارو الفوندوتان اللي تمشي مع تيب دوبو تاعنا والفوندوتان اللي تمشي مع الكولور دوبو سورتو. بعد النيتواياج ليدراتاسيون معناها التنظيف ترتيب الوجه، وقلنا باش نعملوا معناها الباز دوتان اللي هي معناها سواء برايمر سواء باز دوتان سيليكون تو ديبون كل واحد وشنو الحاجه. دونك ناخذوا الابليكاتور نتاعنا اللي هو باش نستحقوا من الاول كوم ابليكاسيون، فما اللي يستعمل ايبونج فما اللي يستعمل بانسو.
احنا باش نبداو بالبانسو خاطر باش نعملو التراساج المزيان نتاعنا باش نعملو معناها الكادراج نقولوا احنا نتاع الوجه نتاعنا دو بريفيرونس ناخذو معناها اون غوت نقولوا احنا قطره من الفون دو طون نعملو بال الكادراج نتاع الوجه دون فاسون كي باش ناخذوا البارتي نتاع المشوار اللي هي هذه بارتي نتاع الفم اللوتانيه برسك دقنونه فوالا باش ناخذوا الخدود نتاعنا باش ناخذوا بارتي من الجبين والخشم بالطبيعه باش ما تكونش فما ديفيرونس معناها بين نوزعوا معناها البرودوي صحيح البرودوي هذاك نوزعوه نعملوا تراساج اللي هو الكادراج نقولوا احنا التأطير نتاع الوجه نتاعنا عندنا الجبين عندنا الدقنونه عنا الخدود وعنا البارتي نتاع الخشم دون فاسون باش نعملوا لابليكاسيون بلي ديما نعاودو اكد مش فرطمون معناها جوست باش نجبدوها شويه مش نحكو هكا وشوهنا بالفوندو تاع لا نعملو معناها عباره باش نزيدو نحلوها بتتحل في بارتي الوجه اكثر فهمني دونك ناخذو من البارتي نتاع الخشم نحلوها بارتي جبين كيف كيف نحلوها على لي دو كوتي بارتي زاد الوجه دو فاسون معناها لابليكاسيون ديما تبدا من داخل الوجه واحنا خارجين معناها من وسط البارتي من هنا واحنا خارجين بالبارتي البراني دونك هذه لابليكاسيون الاولى تصير بالابليكاتور اللي هو البانسو بانسو فما انواع فما البيزوتي فما اللي يبدا نقولوا احنا بومبي شويه فما اللي يبدا البروس تاعو خشينه فما جويد الفلا كل واحد وشنو الحاجه اللي يلقى فيها راحتو فما هما برشا انواع نتاع دي بانسو فما يقول لك بور كونتورينغ فما يقول لك تاع انتي سيرن فما تو دي فون دو تان جدد يبدا معاهم الكابوكي هذيك الكابوكي براش زاد تنجم فما ديجا دي فون دو تان يبدا معاهم لي زابليكاتور نتاعهم في وسهم كي تنحي معناها هيك يعطيك ديجا تراساج مزيان ويعطيك ايفي مزيان ميم حدا في الكونتيتي ما يبداش برشا ديما نمشيو في كوش فين معناها نتاع فون دو تان راهي الكوش ايبيس راهي تولي عباره ماسك معناها تولي ايفي ماسك ديما نمشيو كيكي الوجه كيكي تولي برشا تولي برشا عباره الوجه منفوخ صحيح دونك بعد ما نعملوا قلنا حلينا نحلوا الفون دو تان معناها من داخل الوجه حتى الخارج ناخذوا ليبونج نتاعنا زاد ليبونج فيهم انواع فما لي زيبونج بيزوتي معناها تبداك العظمه فما لي تبداك الكورون تبدا معناها فيك البوانت الصغيره القدام فما لي زيبونج القدم اللي مسانسين بيوم كم دوره ولا مربعه العاديين هذوك نتاعنا كل واحد زاد وشنو يلقى راحته تو اكثريه ولات توندونس البيوتي بلندر خاطر البيوتي بلندر خاطر يمشيو دوزونا معناها يمشيو اونتي سيرن ويمشيو فون دو تان نستعملوهم في برشا حاجات ميم فما حتى شكون يخدم بهم الفارا بوبيير خاطر البوانت جويده نتاعهم صحيح 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 نعملوا زاد تراساج تاع لونتي سيرن خاطر ديما الفون دو تان لونتي سيرن جينيرالمون يتخدموا مع بعضهم نعملوا معناها في لي بارتي اللي عندنا فيهم سيرن نجموا نعملوا باللونتي سيرن زاد الكونتورينغ يبدا لونتي سيرن نتاعنا غامق نعملوا به زاد الكادراج نتاع الوجه دون فاسون تولي عندنا خليط اوموجين معناها خلطه متجانسه في بعض بالنسبه ليبونج من بعد كي نكملوا لابليكاسيون معناها اون تابوت مش نجبدوا هكا معناها ديما نعملوا كنقرات كيما عباره دجاجه بسنقر فلقه نعملوا معناها تابوتمون باش تعطينا ريزلتا مزيانه و ميم طون كل فون دو تان تدخل في لي بور اللي ديجا احنا حلينا الوجه عملنا ليدراتاسيون تولي اوموجين مع الوجه معناها تولي متجانسه مع الوجه عباره ماكش عامله شيء اي سورتو اي سورتو ما ننساوش باللي الرقبه نتاعنا راني باش نعملوا ابليكاسيون نحاولوا نعملوها معناها على الوجه كامل بما فيهم الرقبه خاطر توا فما سخانه فما معناها الوجه باش يكون اكسبوزي للشميسه دونك سيرمون باش تصيرك الاكسيداسيون فما دي فون دو تان قلت لك كيما قلت المره اللي فاتت يغمق ويفتح وتو ديبون من الطقس دونك ماذا بينا كي حتى لا قدر ربي باش تصير اوكسيداسيون تصير على بارتي كامله معناها مش تغمق من وجهي ورقبتي تقعد بيضه ولا ولا بالعكس فهمتني لا اله الا الله بالنسبه كيما قلنا الفون دو تان نحاولوا ديما نعملوا كوش خفيفه وما تكونش عندنا كوش ايبيس معناها هذيا ديما لي كونساي ديما نحاولوا نتفاداوهم سورتو كي باش نعملوا معناها باش نعملوا ايسي مكياج كامل وباش زاد نفهموا الريزلتا على وجوهنا ديما نخدموا شطر معناها شطر الوجه
باش نعرفوا الديفيرونس معنا بين البارتي عاديه والبارتي اللي مخطوطه الفول اللي تبدا ما فيهش مكياج. اي ديما نعملوا معناها الكومباريزون، نعملوا المقارنه بين بين الوجه عادي والوجه اللي فيه الفوندوتان. جوس استوس صغرونا باش نعطيوها اللي عندهم لي بوتون، معناها اللي عندهم لي تاش، اللي عندهم لي بوتون، اي واحد عنده مثلا حاجه مقلقته في وجهه. بالنسبه لي بوتون فما نوع يتسمى انتي معناها انتي داركنس، ولا معناها كيما الانتي سيرني ديدي لي بوتون، معناها معمول للحق يكون اللون نتاعو اخضر. هذا يتبع في لي بوان دفونت الكل، معناها ماجوريتي نتاع لي بوان دفونت عندهم. نجمو هذاك نعملوه طول، نعملو لابليكاسيون نتاعو على البوتون، ولا نخدموه كيما لانتي سيرن. اي سورتو اللي يبدا عندهم لي سيرن احمر، معناها هو هو بصفه عامه انتي روجور كيما الكالور ويل يبدا فيها كي فما فما ليكيد، فما هو ديجا ليكيد، وفما تاو دي زانتي سيرن اون كريم يتباعوا فيهم، معناها يبداو اربع وحدات. فما دو كولور نتاع انتي سيرن، انتي داركنس وانتي روجور، معناها اللي عندهم لي سيرن نتاعهم يمشيو غامقين برشا، معناها يوصلوا حتى للون كل مارون غامق اكحل غامق. وفما اللي عندهم لي سيرن نتاعهم روج، سورتو يبدا عندهم حساسيه في وجوههم ولا عندهم حساسيه من الشميسه. فوالا دونك هذوما هكا لي زاستوس حابين كيما نلخصوا نعرج على كلامك. كيما الباليت اللي وراتها امبر هيرد في المحكمه، الباليت نتاع ميلاني اللي فيها الاخضر والاحمر، وقالت هذيك كيفاش على كيفاش غطات هي غيرمون كيفاش تغطى في الضرب في الاخر. خلاص راح مشات 15 مليار ديش صح عليه. جست على خاطر جبت المكياج هذيك اللي هي قالت راهي غطات لي تراس بالكالور ويل هذيك، وهما ديجا خرجت الشركه وقالت احنا الكالور ويل هذيك ما خرجت كان عام 2017 وانت الاكسيدون تاعك يا مدام عام 2016، راه راك غلطه في حساباتك. من على الاقل اللي ربحنا منه اللي نعرفوا لي الكالور ويل هذيك راهي غيالمون دي كولور يغطيو يعني كل حاجه. اي كل حاجه واحد فوالا للي كولور اللي نحبوا ان نغطيو فوالا ايفيكتيفمون. هذا هو اصل الزين للجمعه هذه. حكينا على الفوندوتان، حكينا بصفه باش نعملوا خلاصه توا قلنا بالنسبه للفوندوتان ديما قبل ما ناخذ الفوندوتان لازمنا نعرفوا تيب دو بو نتاعنا. فما ثلاثه انواع نتاع تيب دو بو، فما الوجه الزايد، فما الوجه الزايد، فما الشايح، وفما لابو ميكس، وفما لابو ماتوري اللي هي تكون فيها لي ريد برشا. بالنسبه للاختيار نتاع الفوندوتان ديجا قلناهم بار ديتاي، ديما نمشيو للون نتاع العروق نتاعنا باش تعطينا الكولور اكزاكت، معناها اللي تمشي اللي تتماشى معانا. بالنسبه للوجه نتاعنا لازمنا نعملوا النيتواياج، القوماج، نعملوا ليدراتاسيون اللي تصير اترافير سيروم ولا اترافير كريم دو جور. فوالا دو بريفيرونس كريم دو جور تكون معناها دو فورت بروتيكسيون اس بي اف يكون تان. ومن بعد قلنا باش نعملوا الباز دو تان تاعنا اللي هي تكون برايمر اون سيليكون ولا تو ديبون شنو البرودوي اللي عندك. ومن بعد لابليكاسيون تاعنا نستحقوا احنا في لابليكاسيون تاعنا بانسو، مهما كان البانسو اللي انت تنجم تستعمله وليبونج، مهما كانت ليبونج اللي تنجم تستعملها اون تابوتون بالطبيعه. مش معناها مش ننزلوا على الوجه تاعنا، ديما نحاولوا نعملوا دي موفمون هكا خفيف، عبارة باش نعملوا نقرات خفيف في وجهنا باش تكون الفوندوتان مزيانة وهوموجين مع الوجه نتاعنا. هذه كانت أصل الزين، وإن شاء الله نحضروا حاجة باهية الجمعة الجاية. وكهو يعطيك صحة عتيم تيم الحقيقة كيفي وشيفي بالنسبة للمعلومات الكل اللي تخص كريم الأساس. إن شاء الله هكا وصلتكم المعلومة، وهذه كانت أصل الزين. أصل الزين وقيد أصل الزين. تنساوش بعد شوية ليكيب الكل تستنى فيكم في رون بوان طريق فوز بالضبط رون بوان العمارات تلقاو هكا الفلاج نتاع الحياة اف ام، علم الحياة اف ام يرفرف. وليكيب الكل بحثكم غادي في رون بوان باش تربحكم زوز كادوات من اهداء الفريقي جي اس ام. يلا فوز مع الموزيكا تو سويت ورجعوا لنا دقيقة بعد الخمسة. مرحبا بالناس الكل اللي معاد للموجع علينا، ما تنساوش بعد شوية باش نكونوا معاكم، ودائما الربح ان شاء الله يكون في صفكم ومادامكم معانا مدام دائما الربح موجود. سينو توت سويت نمشيو هيتش عندك. هيتش عندك
هيدش عندك. مرحبا يا حمزة. عسلي منور، مرحبا باللي يستنى فينا وفي حكاياتنا. اليوم جبنا لكم حكاية من قعر البير، حكاية تغنيوا بها برشا فنانين، وسمعونا أحلى دردشات مع السيدة المنوبية. يتربجوا بها، يقولوا لها يا للا جيتك بدخيل، طالب فضلك يا شرعية تحت السنجق والقنديل، أم عويشة المنوبية. يا للا جيتك بلا زاد، حفيان وراسي مواطي، واللي يقصد حرم الأجواد يربح وما هوش خاطي. وفي مقطع آخر تغنوا بها فنانين معروفين، يقولوا شاهي نزور للا بيت الوطن، بلادها بعدت عليا، نستنى في الميعاد وقتاش لزيارة المنوبية. الغنيات هذوما يعرفوهم الصغار والكبار في تونس البيا. اليوم باش نحكيه على أشهر مقام من مقامات تونس البيا، مقام امرأة من أكثر النساء محبوبات والمعروفات في تاريخ تونس. هي عايشة بنت الشيخ أبو موسى عمران بن الحاج سليمان المنوبي. ميمتها اسمها فاطمة بن عبد السميع، واللي يعرفوها الناس الكل باسم السيدة المنوبية، واللي تولدت عام 559 هجري الموافق ل 1197 ميلادي. عاشت في فترة الدولة الحفصية، تربيت من صغرها على قراءة وتجويد القرآن حتى لين حفظته وقت كبرت. حبوها يزوجها من واحد من العائلة لكن رفضت وبقات على عزوبيتها، رغم أنه ثم بعض المصادر الأخرى تقول أنها عرست في آخر حياتها. شخصيتها قاومت في حياتها القيود المفروضة على النساء في الفترة الحفصية، خاصة أنه المجتمع وقتها كان ذكوري، تسود التقاليد والأعراف، وقررت زادة أنها تتعلم وتقرأ كما الرجال الكل، وكان بوها يشجعها رغم نقد الناس ليه خاصة القرب منه. السيدة المنوبية كانت في حياتها تشتغل في الحياكة وخدمة الصوف، وفي نفس الوقت كانت تتعبد، ويقولوا في مناقبها أنها ختمت القرآن الشريف في حياتها 1520 مرة، وكانت معروفة بمساعدة المحتاجين والفقراء خاصة النساء، واللي كانت تصوروا من خدمتها تصرفوا في سبيل الله. كانوا الناس يقولوا عليها اللي وقت يفضل درهم في جيبها تقول اللي عبادتها الليلة ناقصة، وما يرتاح وما ترتاح كان ما تصرفوا في فعل الخير. شخصيتنا اليوم ما أخذت العلوم من شيخ الصوفية الكبير سيدي بالحسن الشاذولي، اللي عاش في تونس وقبل ما يتنقل لمصر فين توفى. يقولوا أنه أعطاها العباءة متاعه والخاتم، وأعطاها زادة لقب قطب وسماها إمام الرجال. كانت السيدة المنوبية تتردد برش على جامع الصفصاف وجبل الجلاز ومقبرة بني خرسان والمغارة الشاذولية، وخلوتها كانت مقابلة سبخة السجومي، تمشي لها وقت تحب تعبد تعيد على الناس وتتعبد عبادة صادقة. السيدة المنوبية بدأت تتعرف أكثر بصلاحها في تونس، وخذت منزلة كبيرة في برشا 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 من قلوب الناس، وزاد خيرها عم البلاد. فما حكاية غريبة تقول أنه رغم القيود اللي كانت مسلطة في الوقت هذاك، استطاعت أنها تحضر في المجالس الدينية الرجالية، وزيد كانت تنظم حلقات علمية ودينية للنساء، واللي كانت حاجة فريدة من نوعها في التاريخ الإسلامي. السيدة المنوبية وفاتها المانية نهار الجمعة 21 رجب 665 هجري الموافق ل 1267 ميلادي في عهد السلطان المنتصر ابن أبي زكريا الحفصي، وحضروا جنازتها أغلب علماء تونس في الوقت هذاك إجلالا لقيمتها. عايشة المنوبية توفيت وعمرها 76 سنة، ودفنت في روضة الجورجاني. مقامها اليوم موجود في مدينة منوبة، ويعتبر المقام الأكثر زيارات من قبل برشا ناس، وتصير فيه برشا حلقات ذكر وخرجات صوفية وتغنوا عليها في الحضرة هذيك، وكانت تتلقب بالنغارة. زعم يا جماعة سألتوش رواحكم الغنية هذيك سمعتوها قلتوش معناها نغارة؟ أي سيدك نغارة يقولوا لأنها كانت تنغر على المساكين والفقراء وتدافع عليهم، وشكون ما يعرفش عادة الغنية المشهورة يا سيدة يا نغارة يا سيدة دبر عليا
بدبارة بدبارة هذه والله أنا بيجي كنت نتسائل علش نغرت معناها سيدة نغارة قل لك تنغر معناها على الفقراء والمساكين إيه صحيح اكزاكتومون طيب باش عرفنا علش نغرت معناها كانت طيبة طيبة جدا إن شاء الله تكون عجبتكم بالحق راي سيدة المنوبية عندها برشة فضائل وبرشة خصائل بالحق من الأولياء الصالحات في تونس بالحق اللي خذت كانت عندها رمزية ودلالة كبيرة في تاريخ وحضارة تونسنا العزيزة يعطيك صحة على حقيقة اللي عرفتنا بالشخصية هذه اللي تغنيوا بها برشا وفهم برشا بالناس يتسألوا شكون يا غير يعرفوها في الغنية برشا من الناس يتغنيوا يقول لك السيدة المنوبية كل غنيتها يا لالا جيتك بدخيل ولا يا سيدة يا نغارة نحن اليوم حابين نسلطوا الضوء باش نعرفوكم على السيدة المنوبية شكوني وقتاش تولدت شنو هي الفضاء نتاعها والخصال نتاعها ان شاء الله تكونوا تمتعتوا بالحكاية حصلت الإفادة ان شاء الله حصلت الإفادة يعطيك الصحة حمزة بالشيخ خذي كانت هيت اش عندك هيت اش عندك هيا الموك بوز صغرونة بوز صغرونة خاطر لقيت الشحيحة جيتو تويت ليكم الناس كل اللي دائما تستنوا فينا معدين الموجة على 93 وتستنوا في وقت الربح يلا رامي عليش وجعينا صار من دقيقة بعد الخمسة هكا دقائق تفصلنا على الفان الميسيون بتاعنا لليوم في جو 93.3 لقيت هذايا نمشي في نقطة خارجية للناس اللي تستنى فينا الكل ودائما مع ليكيب اللي متواجدة البر اليوم سبيسيالمون باش نكونوا في طريق حافوز وخاصة في رومبوان العمارات المعروف بالرومبوان العمارات معنا محمد مرحبا محمد مرحبا بك نور مرحبا بالناس اللي يتعوفين على إذاعة الحياة تفهم إذاعة الجو وضحكة والفتليك والكدوات يا نور كالعادة متوجدين في رمضان يعني سيستنى على السيركيلاسيون يا محمد المشكلة قد ما نسيس عليها قد ما نسيس عليها ديما تكلس لي الحقيقة يعني في الموعد وأنا يعطيهم الصحة ديما متوجدين بالتزمير بالجو يعني تبارك الله عليهم سينون كيما وعدناهم باش نكونوا في رومبوان تريك حافوز تحت العمارات العمارات الصفر ولا جو سخون شويه لكن هكا بدات فما نسمع هكا شويه ساعه شويه توا هكا بعد قيلوله وكل دونك الناس يسمعوا فينا وخرجوا تفرجوا يجيكم من الدار يجيكم من قيلوله يجيكم من القعده وخرجوا تفرجوا تمتعوا الطقس والنجمه وجو الصيف بدا يا نور أكيد كل عادة تكتسية قاعدة نشوف والله فما شكون هكا ماخذين دي بوزيسيون باش ما يعطلوش هكا سيركيلاسيون يعطيهم الصحة فوالا ألوغ يذولي هكا لقيت شكون اللي وقف وكان من الحاضرين معانا تراه نشوفوا تاكسي عدد ورينا انت من بعد أنا ما ريتش مليح شكون بيه نقصنا فك الغازي ومحمد شاسم تسمعنا مليح تكسي ربحة معنا اليوم اللي هي هو لسه كثير في مرة في معنا الأولين الفائز الأول 432 432 سبا أخويا عارفني بروحك هاي جلال المدن هاي جلال مرحبا بيك سبا أجو تكملك السنة فينا قديش عام تعبني تعبنا راحة أحكي لي على جو التكسي هو تعمل لك الحمد لله أكيد ألف 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 مبروك للربح معانا كادو من إهدي الفريقي جو ياسين عنده هدايا نور تفضل معاك معاك يا محمد يلا سيدي اليوم كيما نعاودوا نذكروا احنا باش يكون معنا دو غانيون دو كادو من اهدي الفريقي جي اس ام
هكا ان شاء الله الف الف مبروك على الربح الاول، ومازال عندنا غانيون اخر باش يربح كادو مزيان من هدي الفريق جيرسيم. نعاودو ونذكرو اللي احنا متواجدين في رون بوان طريق حافوز. يعطيكم الصحة على تاكسي الكل ديما ديما معانا. معاك يا محمد، معاك يا نور. مش متواجدين مباركة، معطيني السيركيلاسيون عادي. سيزنعك السيركيلاسيون اخويا، سيزنعك السيركيلاسيون اخويا. نور تاكسي على 205. 205 نور 205 عنده مرتين، يعني مرتين يحضر معنا وما يفوزش. فيدي يعني تاكسي سيك اللي يجيو ويعملونا الجو ويعملونا الامبيونس بالحق ويستقبلوا معناتها ربح التاكسي سيك الخينا. يعني كان قلنا لهم كانوا مرافقين افكتيفمون معناتها اليوم فهم سؤال معليش شوي اللي كنتوا في نقطة خارجية. محمد زميلنا سيف الدين، أمين الحجيري اللي نقدموا له تحية، وزميلتنا أنس اللي ديما هكا معانا ومنورتنا في التنسيق هكا بالإيجابية وبالأفراح وبالربح. نوصلوا نهاية حلقتنا لليوم. عنده بالله خلنا اللي فيه اللي يحطوا أيمن مسكوش عليه مطر تصب ديما يغلطني. قلت سيين نعمل ليه وانت تتلفت وراك طاقة تقسم صحة بتقول سيين تلفت نقول يعطينا في الأجواء الخارجية. يعطيك صحة أخويا أيمن ليجا على كل الإخراج التقني، وأيضا زميلنا سهيل، زميلنا سيف الدين بولعريش، زميلتنا أمنا بوخيت في أيضا في التنسيق وفي الإخراج. شكر كبير زميلنا بلال الدريدي، أيضا كل من ساهم في إنجاح حصتنا لليوم. مشكور عزيز، مشكور أمين رماح، مشكور زميلنا حمزة بالشيخ، مشكور زميلنا محمد، وشكون كل سميناهم خيبيا. يلا كنت معكم من البيج، نلتقى معكم في مواعيد قادمة. تقعدوا مع نشرة الأنباء بعد شوية. يبقى لكم شكوركم، تصفوا على الفيرة. جوك على 90.3 وتحفل العشوية. 1, 2, 3, 4.
من الاثنين للخميس من الاربعة للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 93 على الحياة فام حفالي وجونا عالي.